والمسلمون الوافدون إلى بيت الله عز وجل حين يحسون بقربهم من الله تبارك وتعالى عند بيته المحرم تصفو أرواحهم وترق قلوبهم وتخشع لذكر الله عز وجل عند هذا المحور الذي يشدهم جميعا، إنها القبلة التي يتوجهون إليها ويلتفون حولها، يجدون رايتهم التي يستظلون بها ويسيرون تحتها ويرجعون إليها، إنها راية الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك العقيدة، تلك العقيدة التي تتلاشى في ظلها فوارق الأجناس والألوان واللغات والأقطار، يجدون قوة الوحدة وفائدة التضامن تحت راية الإيمان. وإن الداعي لهذا التجمع قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والقاعدة الأساسية لهذا اللقاء هي قوله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. لا في قليل ولا في كثير، لا في قول ولا في عمل، لا في مسيرة ولا في هتافات فارغة، إنما هو تجريد القصد والعمل لله عز وجل وترك كل ما سواه. فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، ولا يذكر إلا اسم الله تهليلا وتكبيرا وتسبيحا وتحميدا وتلبية وخضوعا في هدوء وخشوع وسكينة ووقار وفي ذل وانكسار. فاتق الله أخي المسلم، واعلم أن الله يراقبك في جميع أوقاتك وفي كل أحوالك في ليلك ونهارك. فالتزم جانب الأدب مع خالقك، والتزم جانب الأدب في هذه البقاع المقدسة، فلا تنتهك حرمتها بمعصية الله فيها. وقدم أمامك عملاً صالحاً خالصاً لله نقياً تجده ذخراً ونوراً يوم المعاد، واسأل ربك التوفيق والهداية، فإنه هو الهادي إلى سواء الصراط.